المالية يلتزم بوضع خط تركز تركز على إمكانيات السودان. دبلوماسيون غربيون يحذرون من مخاطر اقتصادية تهدد. أهلا بكم مشاهدينا في ساعة اقتصادية جديدة لأحداث السودان. أهلا بكم فيها. أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق قتلة المعلم أحمد الخير من المتهم الأول وحق 27 والثالث 30 والسابع 30 تحت المواد 131 فقرة 91 جولاي لعام 1991 91 فقرة مليار عام 2015. وأيدت المحكمة عقوبة الإعدام سابقا حبس الموت قصاصا في حقه. كما أيدت المحكمة العليا إدانة المتهمين الأول والثاني 20 والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسابع والثلاثين من وجود المواد في 65 و21. ايضا في ذات السياق برأت المحكمة العليا كل من المتهمين خمس اعواد العشرون والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين والخامس والثلاثين والأربعين والحادي والأربعين وأمر بإخلاء سبيلهم فورا ونهائيا ما لم يكونوا مطلوبين في إجراءات أخرى. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالإعدام في 30 من ديسمبر من عام 2019 عن 27 منتسبا لجهاز الأمن والمخابرات مقابل تبرئة 70 فريق في قضية شغلت الرأي العام السوداني بسبب بشاعة التعذيب الذي تعرض له المعلم أحمد الخير على أيدي المنتسبين للأمن والمخابرات عام 2018. اتفق السودان وبعثة الأمم المتحدة أن يتعرف على استمرار التعاون المشترك بين الطرفين بما يمكن البعثة من الاقتناع بدورها وتحسين مهامها. وأكد أمين المجلس الفلسطيني الانتقالي خليفة إبراهيم جابر خلال اجتماع مع رئيس البعثة في السودان فوق رأسين على 50 بنود القرار 24 و25 الخاص بإنشاء البعثة التي تحدد الأهداف الأربع المتمثلة في مساعدة التحول السياسي والمساعدة في إنشاء دعم السلام وبناء السلام وحفظ الدعم. من جانبه أوضح رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية لبعثة بريطانيا السفير عمر الشيخ أن الطرفين يتفقان على استمرار في التعاون الكامل من خلال اللجنة التنفيذية الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما يسأله عن مساعدة أوجد تجمع المهنيين السودانيين انتقادات حادة لما سماه غياب الحكومة التنفيذية وعدم تحركها لحماية المدنيين في الأحداث الأخيرة في مدينة الجلالة التي أصاب حدوثها 166 سكينا وأدت إلى فرار 108,000 نازح من معسكر الجيش داخل المدينة. وأرجع أيضا استقلالية تجمع المهنيين السودانيين وعيد محمد المعتصم الذي بطلوب من ثلاث سودانيين أنباء اليوم أن يتلقى الأمين في الأحداث المعسكرين إلى عدم وجود الأمن المنتظم في جانب عدد من الأسرار والأشياء التي يجب أن تتوفر. واتهم من سماهم بأمراء نظام السابق بالعمل على زعزعة الاستقرار وحذر من انفجار الأوضاع هناك فلم يحدث سلام مستدام في الولاية وسبب على ضرورة معالجة مسألة سياسة الإفلات من العقاب التي تقود إلى المزيد من الاحتقار. قدرت اللجنة في تجمع المهنيين منال إسماعيل الفارق للتفاقم الأوضاع مجددا في مدينة الجلالة بسبب تفشي ثقاب الكراهية الملتصق بأسوار عنصرية بغيضة في ظل انتشار السلاح لدى جميع الأطراف المتصاحية في المدينة. ودعت سمكة الحكومة إلى الإصرار في احتواء الأوضاع فكانت هنا مرحلة من العودة وسبب على ضرورة العمل
على جمع السلاح من أيدي المواطنين بجانب مراقبة الحدود من هم من الأقليم خارجي البلاد. وإذا ما زالت أدى مولانا الأستاذ كشفته من تحسن مرض الكوليرا والحقبة عند المريحين الذين يعانون أوضاع مأساوية في معسكرات النزوح بسبب تكدس أعدادهم وافتقاد المكان لأسقط مقومات الحياة وخروج الدماء في الصفر. تمت الشركات الجنوبية في غرب كردستان لجنة شؤون القصر والخسائر والأضرار التي خلقتها الاحتجاجات الأخيرة، وأدى والي الولاية محمد عبد الرحمن صالح شعارا ولائيا صدى بتشكيل اللجنة برئاسة وكيل النيابة العامة وممثل الإدارة التعليمية رئيس المدرب الذي يقيس الشركة بالتعليم المقررا وحزبيا آخرين. وحدد القرار مهام اختصاصات اللجنة المتمثلة في قصر الخسائر التي نحتت ضمن الشركات العامة والخاصة ورصد وتحليل الأضرار. قرار اللجنة الحقت باستحالة بمن تراه مناسبا، ووجه الأمانة العامة للحكومة ورئيس أعضاء اللجنة بوضع موضع. كانت رسالة الأنباء السودانية إلى السلطات في ولاية الشمال دارفور ألقت القبضة على الحلقة وحماسها للحزب المؤتمر الوطني المحلول بالولاية توجيها لتقليلة الإجراءات القانونية ضدهم. ونقلت الرسالة أن والي الولاية أصدر اليوم جملة من القرارات قضية من عدم ديوان الحصن المحلي ومدير محلية الفاس والواحة والقصور وست عمر والمدير التنفيذي محلية القرطبة بجانب أيضا مدير الصحافة التحكيمية. كما أصدر قرارات قضت بتعينات في إنسان أخبر والي الجبال سليمان عن القرار القضى بإعفاء المدير التنفيذي من حمية الجلابات الشرقية عباس إدريس محمد، وكلف أبو أحمد عبد الرحيم الحراج عبد الله مديرا تنفيذيا للمحمية. وقرر الوالي إعفاء محمد عثمان الخليفة بمنصب المدير التنفيذي لمحمية الجلابات الغربية وتكليف الشرقية لإبراهيم، وسيعقد قرار إعفاء محمد عبد الله الثالث بمنصبه كمدير تنفيذي لمحمية الجلابات كشفت بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الصحة ولاية الخرطوم تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن مستجد أنفسه، وأظهرت أن الخبير الغربي تسجيل 45 حالة جديدة من تاريخ آخر إحدى. وأكدت المتحدثة باسم إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة دكتورة هند يحيى نجم الدين أن الحمية الخرطوم ما تزال تسجل أعلى معدل الإصابة مقارنة مع بقية المحليات. بالنسبة للإصابات بلغت 6,448 حالة إصابة بالمحلية، بينما بلغ إجمالي الإصابات بولاية الخرطوم 20,416 إصابة بالولاية بمعدل انتصار 22.9% في المجتمع. وكشفت في تسجيل 3 حالات انتفاء اليوم أمس السبت بإجمالي 9 حالات انتفاء من أمس الأربعاء، ليصل عدد المتعافين إلى 9,603 حالة. عقد وزير الداخلية الفريق أول الجزائر اجتماعين اجتماعي منفصلين مع تنسيقية الحرية والتأمين وليلة إدارة التنفيذ شمال كردستان، بحث فيهما عن جوانب الأمنية والعمل على رفع قدرات قوات الشرطة للقيام بدورها كاملا. وقال مقرر تنسيقية الحرية والتأمين بشمال كردستان سليمان أحمد صدر إن الاجتماع هدف إلى دعم المجتمع لقوات الشرطة من أجل القيام بدورها كاملا، وأما التنسيقية على مستوداتها للشرطة ومساعدتها في توفير المعلومات من أجل تحقيق شعارة الثورة من واقع أن الأمن مسؤولية الجميع. ونحن نعول كثيرا على الوعي شعبنا ووعي جماهيرنا، وهم يعني قدموا نموذج في هذه الثورة السلمية، ونحن نتطلع لمزيد من السلمية في التعبير عن آرائهم والتعبير عن مطلوباتهم، وهذا حق مكفول يكفله القانون يكفله الدستور وحق مكفول، ولكن يجب أن لا يتعدى على حرية الآخرين وأخذ القانون باليد، ونحن لن نسمح بذلك مستقبلا إطلاقا. وهي الشرطة يعني على مر التاريخ
هي من أجهزة إنفاذ القانون وتقوم بإنفاذ القانون وتمنع الجريمة قبل وقوعها وتكتشف ما يقع من الجريمة. وحقيقة يعني إحنا أصدرنا توجيهات صريحة وواضحة. إلى ذلك استنكر المواطنون بولاية شمال كردستان الأحوال التقليدية التي وقعت أثناء الاحتجاجات ووصفوا حجم الدمار الذي تعرضت له المؤسسات بالعمل الإجرامي والمخطط له، وطالبت القوات الأمنية بحث تكلفة الأمنية للبلاد. الفعل السريع أكل أموال الناس بالباطل وسلب ونهب وحرق ممتلكات الغير، فهذا عمل دخيل جدا جدا على هذه المدينة، فأنا أدين هذا العمل. والدمار كان ما نتيجة الصدفة، يعني كان دمار مخطط له، والحمد لله أنا بحمل المسؤولية للسلطات الأمنية. ما تبقى شيء، لكن الحمد لله النظام بتاع الكمبيوتر عاد تاني إن شاء الله، وأي زور عنده حساب عندنا ممكن يسحب من الروين إن شاء الله. لأنه الإنسان إذا كان مارق في مسيرة سلمية ده حق مكفول له، مفروض يمارس حقه الديمقراطي، اي زول ما بقدر يساله. لكن طالما الانسان اتجه يسرق ويحرق وينهب، انا افتكره ده عمل اجرامي ومفروض يعني يحاسبوه عليه ومفروض يعطلوه. يعني هنا مطالبتنا لوزير الداخليه مشكور تاخيره، يعني كون يجي يزورنا هنا في البلد دي، بنطالب انه الشرطه لازم يتامن، الشرطه دي لازم يعني الاشياء الطالبه تتنفذ بها، يعني المفروض يكون في اكثر من عربيه، فكره بقت مدينه كبيره جدا جدا، القوة المفروض تكون زايدة كبيرة جدا جدا. المزيد من التفاصيل ينضم الي عبر الهاتف الخرطوم الكابوري المحامي عبد الغني احمد. مرحبا بك يا مساء الخير. مرحبا بك. بداية يعني تأييد النص المعين للحكم بسبب المتورطين في ماذا في مصر من الناحية القانونية؟ مرحلة التأييد بوصف المحكمة العليا هي مرحلة إجرائية هامة جدا في الإجراءات الجنائية وفي قضايا القتل على وجه الخصوص. هناك دائرة في المحكمة العليا تسمى دائرة التأييد، تتكون من 5 قضاة ترفع إليها الأوراق حتى إن لم يكن هنالك أي طلب مقدم من المتهمين والمدعين. المحكمة تنظر الدعوة وتدرسها كلها وذلك للاتفاق من صحة القرار الذي صدر، خاصة أن هذه القضايا بها عقوبة استئصالية وهي عقوبة الإعدام، فيجب التدقيق والتحقق من عدالة الحكم. مرحلة التأييد هي نظريا آخر مرحلة من مراحل التقاضي في نطاق السلطة القضائية، ولكن هنالك إجراء آخر متاح وهو عمل طلب مراجعة لدائرة المراجعة بالمحكمة العليا. قانونا لا تعتبر المراجعة مرحلة التقاضي، ولكن تعتبر سلطة تقديرية للسيد نائب رئيس القضاء المكلف بالعمل الجنائي لإحالة الدعوة إلى دائرة المراجعة إن رأى أن هنالك ما يبرر ذلك، وله أيضا أن يطلب طلب المراجعة دون أن يحيله إلى الدائرة. بعد أن يحيل الدائرة أيضا إذا كانت تمت الموافقة عليه لدائرة المراجعة كافة السلطة كأنها سلطة استئنافية ولها كافة ما تراه مناسبا ومحققا للعدالة ومطبقا لصالح القانون. أستاذي هل بقى أي مرحلة من مراحل التقاضي؟ ذكرت لك قبل قليل أن مرحلة التأييد هي آخر مرحلة من مراحل التقاضي المتاحة، ولكن هنالك إجراء المراجعة لا يعتبر نظريا مرحلة من مراحل التقاضي، ولكن أيضا هو إجراء متاح يخضع للسلطة التقديرية للسيد نائب رئيس القضاء لإحالة الدعوة الجنائية لدائرة المراجعة، وله أن يرفض. كذلك دائرة المراجعة لها أن ترفض ذلك إيجابيا بعد أن تتم الإحالة إليها، كذلك لها أيضا أن تنظر بعمق أكثر وبطريقة مفصلة، وفي هذه الحالة تقوم بإعلان الطرف الآخر بصورة من طلب المراجعة للرد عليه، وبعد الرد تقوم باتخاذ قرارها. فهذا من ناحية. من ناحية أخرى
نقول أننا بذلك قد استكملنا إجراءات التقاضي أمام السلطة القضائية. ولكن يلجأ الكثير من المدانين خاصة في قضايا القتل إلى المحكمة الدستورية بإدعاء أن حقا دستوريا قد أنقض. عادة لا تتدخل المحكمة الدستورية في هذه الأحكام. صحيح أنها تقوم بإيقاف الإجراءات لحين الفصل في الطلب، ولكنها بعد ذلك تنظر وترفض الطلب إيجابيا في كثير جدا من الأحوال، لأن المحاكم الأدنى عادة لا تفوت على المتهمين أو المدانين الحقوق الدستورية، تراعيها تماما، حق التمثيل، حق الرد، حق وجود المحامي وكافة الحقوق المتاحة بموجب القانون وموجب الدستور. يعني في حكم في حقيقة ما يحدث الآن هو الآتي: تقدم الطعون الدستورية أو القضايا بانتهاك الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية الآن قد انقضت مدتها، ولكن هنالك السيد رئيس المحكمة الدستورية ما زال تعاقده مستمرا، يقوم ليس له سلطة قضائية، لأن المحكمة الدستورية تتعامل كمحكمة ولا تتعامل كأفراد أو قضاة. لكن من الناحية الإدارية تقوم المحكمة الدستورية باستلام الطعن أو الدعوة الدستورية وتتحصل الرسوم. يقوم بعد ذلك طالب الدعوة الدستورية بأخذ إيصال الرسوم إلى المحكمة العليا ويتقدم بطلب لإيقاف التنفيذ بدعوى أنه قد ذهب إلى المحكمة الدستورية. وفي هذه الحالة تقوم المحكمة العليا بمنح الشخص الذي قدم الطلب للمحكمة الدستورية فترة معينة عادة تستمر لشهرين، ثم تجدد بعد ذلك. وعدم تشكيل المحكمة الدستورية قد أوقفت كثير جدا من تنفيذ أحكام القضاء، خاصة الأحكام بالإعدام. الخبر أورد أن المحكمة العليا أيضت الدستورية عن التهمين الأول والثاني وعدد من المتهمين الآخرين تحت المواد 65 و62 والقانون الجنائي. يعني من تحقق المنصور الإدانة في هذه الدعوة تراوحت الإدانة الرئيسية هي تحت المادة 21 مع المادة 130، وهي القتل باتفاق بالاشتراك الجنائي وباتفاق. وفي هذه الحالة يكون الذين يثبت اشتراكهم كأن أي واحد منهم هو الفاعل القتل وكأنه قام بالفعل مفردا، ولذا تكون المسؤولية مسؤولية جمعية في هذه الحالة أو جماعية في هذه الحالة. المواد الأخرى هي مواد تتعلق بعدم تقديم المعونة وعدم تقديم الإسناد للشخص المصاب والشخص الذي يحتاج إلى تقديم هذه المعونة الطبية وهكذا. كذلك تتعلق بعض المواد باستغلال السلطة واستغلال النفوذ، وتتعلق أيضا بالتصرفات التي لا تتفق مع الوظيفة العامة وهكذا. هذه هي مجمل المواد التي تمت الإدانة بموجبها. Thank you.
الاستماع للبحث من الحدث.